ماشي مزيان. اليوم ان شاء الله غادي تخرجوا تسراو معنا، غادي نديكم صونت، غادي تشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي مزيانين. المهم حنا دابا يلاه شدينا الطريق ان شاء الله عاد خارجين، والجو زوين بزاف عندنا. ها نتوما شوفوا ما كاينش البرد بزاف. المهم حنا دابا في الطريق ماشيين، انا غادي نوريكم كلشي اليوم، نوريكم حويجات، نوريكم كيفاش غنقضيو هذا النهار، غتقضيو معايا. يلا خليكم من بعد وانا معكم. مسكين حشوب وحساس، غتشوفي فايس لابك ومعايا حياتك كاملة، زملي غتحل عينيك غتلقاي كتاب راس ماله غير هدرة، نصحي دموعك وكوني مرة، خديها تجربة مرة، كويها في قلبك آخر مرة. دابا البنات غادي نمشي للأكسيون، بزاف البنات كيعرفو فين ديكوراج فين داك الشي زوين، غادي ندخلو لينو. كاين حدا حتى دائم البنات اللي في لاباس كيعرفوهم، غادي ندخلو دابا لينو، غادي نوريكم شنو كيكون تما ديكوراج اللي كيعجبني بزاف. ومن بعد عاد نمشيو ان شاء الله للسونتر، السونتر فيه كاع لي مارك ديال الحوايج، فيه داكشي زوين، فيه بخيمة، فيه كلشي. المهم غادي نوريكم كلشي بالتفاصيل ان شاء الله. نوريكم شنو كاين هنايا. ناس واحد شوفو هادا شحال مزيانين دايرهم هنا سطول. هنا كيحطو هاد البلاصة لي ما كيحطو فيها لي سول لي عندهم ديال سيمانة. شوفو هاد المشعل فنين، الثمن ديالهم زوين. هنا دايرين الفوط النيدلات ديال الكوزينه، هاهم داكشي مهم بزاف ورخيص. يا هنا كيكونو لي ديكوراسيون، هنا كيكون عندهم هادشي ديال الكوادر ديال الصور هادا. هنا الشميعات يا سيريال، المهم عندهم ديكورات غزالين، عندهم هاد السبينيات هادو ديرو فيهم الشميعات وداكشي زوين حتى هما. زوين عجبهم شحال فنين. الأسمنة ديما عندهم الطوب زوينين، عندو الطيبات أنا معرفتش علاش كنت جاية نسيت. المهم غادي ندور وغادي نشوف. عندهم حتى المعنات كيكونو زوينين ورخاصين، ديال الحلوى وغنمشي نشوف انا شنو خاصني ونكمل معاكم ابخي. خرجنا من اكس
الديريكسيون ماشي للسونتر عاوتاني ما بعيدش الطريق بزاف واحد 10 دقائق ولا هذا نكونوا تما ان شاء الله. الجو زوين كما كتشوفوا كيبان لكم. المهم مازال ما كاينش الطبيعه زوينه حيت نورمالمون هنا في الالمان شو هاد ديالك 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 واخا كتكون طبيعه زوينه ملي كيكون فصل الربيع حتى الصيف كيكون الجو غزال كلشي خضار الشجر خضار كلشي خضار. دابا الشجر مسكين ميت نوريه لكم مهم. بلي ما وصلنا للسونتر ونصور لكم تما كلشي شنو كاين. الدنيا خاويه حتى اليوم الاثنين كتكون الدنيا عامره بعد الطريق كتكون زوينه نمشي مرتاح في الطريق ماشي بحال السبت وكتلقى كلشي عامر طوموبيلات كلشي ما كتلقاش مين دوز الناس كلشي خارج لا اللي على رجليهم ولا في الطوموبيلات. ايوا هادشي اللي كاين. يلا من بعد نكمل وصلنا للسطوط غادي ندخلو للباركينغ المغاربة تما دايرين الماكلة حلال. المهم فيه الماكدو فيه كلشي يعني الواحد كياكل فين ما بغا فيه الشينوا الماكلة الشينوا فيه الماكلة ديال الترك حتى هي. المهم فيه كلشي كاع الماكلات اللي تقلبوا عليهم كاينين اللي بغا شي فيه بيتزا هات فيه المهم كلشي. وهذا كنتمنى البيستان خوم هو كاين فرانكفورت. غادي ندخلو دابا للباركينغ كيكون بالفلوس ولكن ديري ما كيكون عامر حيت السونتر الناس كتجيو بزاف. الساكي السونتر حيت فيه كلشي الناس كتجيو بزاف. خرج الدراري ماما هاد بغات تحل المونيكا دابا صافي خليها حتى تنهبطو. اوكي يلاه هبطي نحلها لك وحتى هذيك الفلاش بلاش بلاش هذوك امير. دابا غادي نمشيو نطلعو للسونتر يلا هذا الفوق تبع كاين الباب هنا اليسرى باب المونيكا هادي انا شوفوني هنا رجلاتي كاينين مالين الماكلة كاين البلاصة كلها مالين الماكلة. أجي نمشيو للإنفو نجيبولو هاديك الكروطة ولدي نسيتلو الكروطة أنا غادي نمشي نجيبهالو دابا لواحد البلاصة كتخليلهم 20 أورو كيعطيوك الكروطة ملي كتسالي بيها ملي كتسالي بيها كتولي تردهالهم كيعطيوك 20 أورو ديالك. نمشيو نشوفو واش كاينة أوكي غادي نمشيو للكيمار كاينين صراحة عندهم حويجات و داكشي مزيان بزاف. أنا غادي نشارك معاكم كلشي و
بلاتي بلادي كيوصلو كيبغيو يهبطو البلاصة ديال الدراري الصغار ولدنا العشرات هنا هاد البليصة كيديرو فيها لي صولت والجاف داكشي هادو زوينين دايرين بشرا أخرى بحال كسيوات أو كاينين تلاول زوينين بزاف شوف شحال دايرين خمسة أورو كيجيو هاكا مع السبرديلات وداكشي كيجيو قصارين فني هاد الطوال هما زوينين وداك البلاصة كاينة ديال كوسميتيك أنا نمشي لها قلت عارفة أنا دايرة شحال زوينين فنيين الميكاب هنا البلاشيز ديالهم زوينين عندهم المهم يقليو شي واعرين ولكن زوينين مبيهمش جابو فيتامين سي ساغون هانتوما البنات ستيوب ربعة أورو وهذا التميزاغ حتى هو فيتامين سي معرفتش صراحة كيفاش غادي يكون هادشي ديالهم ولكن مغاديش يكون خايب بطبيعة الحال نمشي عطيس وشوارات كدب بزيتهم بحال هكا وفيه لداخل داكشي ديال الدفران داير ربعة أورو هنا بيلين دي ماسك هنا دايرين دفران ناقصين فيهم شوية شكيلة ديال السراول هادو زوينين واسعين بحال بحال دي جوب هنا عندهم جوا كدير لهم الصالت 20 أورو مشفتش شحال بشحال كانو نشرة بغات تقولي صوريني هادو زوينين دايرين لهم 10 أورو الناس لي كيلبسو القصير فنين ما مشاش مع بابا في كوستيس زوين تاع مطوال 20 أورو جبكتات هادو فنيين المهم عندهم بزاف بزاف ديال الديكورات وتشكيلات شوية بشحال زوين هادو دايرين مع 3 أورو هادشي باين فيه هكا المهم كلشي موجود كلشي كاين هنايا شوفو هنا هاد الكسيبات زوينين طوال المهم كلشي مزيان غادي نطلعو الفوق فين كاين البيجامات لما تبدا كيعجبهم البيجامات نطلعو الفوق نوريكم لي بيجام يسرا انتي ما عرفتي فين تلبس يلا
هاي يسرا. شنو هذيك اللي عندك في يدك؟ بات جرا. اوكي دابا هنا الفوق كاين حوايج الرجال هنا كاين حوايج الرجال هنايا وليها كاين ديال العيالات. انا غادي نقلب الكاميرا باش نوريكم هنا العصات عندهم سويتات مزيونين. شو هذا البلاستيك فنيت هنا السويتات مزيونين هنا البيجاما تما كلشي بيجاما. دابا نوريكم بلاتي هنا العصات تما سويتات صغيرين هنا ديال البحر زوينين. هنا لي تخوش هنا عاوتاني كاين عندهم سويطات برديلات وبارين وكلشي كاين هنايا. أنا بغيت لي بورد عند واحد البنت غادي نشوفوها هنا. هنا عاوتاني ديال الحترة ولا اللي كيبغي الطالون يقدر يلبسهم يوميا. ممكن بزاف هاد الموديل نقلب عليه باش نلقاه. هنا البنات البلاصة ديال لانجوري والبلاصة ديال البيجاما. هنا كاينين دو بودي داكشي. هنا كاين البيجاما كاينين تسعمال البيجاما عندهم صولد هادو جامدين اللي كيعجبهم هاكا على الستيل هادو سبعة تسعة. هنا البينوار قلتو فاتهم المهم راه كاين شويه ديال الصولد. البنات اللي ساكنين في اوروبا بغاو يمشيو لبري ماركا كاين شويه ديال الصولد هادو دارو لهم 10 من 18. البنات هادو شحال زوينين ديال ميكي كتجي بحال هكا غزاله. شحال البري؟ 13 اورو اوكي. بحال شي شوميز طويله زوينه بزاف. هنا كاع البلاصه ديال ديزني داهرين فيها كاع داكشي ديال ميكي ماوس. هنا كاين هنا شويه ديال الصولد ولكن صراحه ماشي شي حاجه. هنا البيجاما عاديين كاين هنايا هادو بالنار وداكشي اللي تشوفهم كيكون شويه دابا كنت كنقلب عليهم معرفتش واش نسكن الكمام. هادو فنيين هادو كيجيو طوب. ناخد وحدة بلاتي انتوما البنات فنيين. مهم عندهم بيجاما اللي بغات بيجاما بيجاما ديال بريمار كغزالة ورخيصة. من هنا غادي نهبط للدراري الصغار ونصور لكم عاود تما شوية. دابا غادي نهبطو للدراري الصغار كاينين تحت هما عندهم داكشي غزال بزاف. بالنسبه للدراري حيت دغيا كيكبروا كيوسخوا بزاف وداكشي يعني كنشوف انا حوايج ديال بريمارك ولا اش ام ولا زارا زوينين ما غاليينش وفي نفس الوقت يعني واخا يصغروا عليهم يعني ماشي مشكل. عندهم داكشي مزيان بزاف حتى هما دايرين البيجاما بحال هكا دايرين فيهم لي صولد البنوار الحويجات. مهم عندهم حويجات بزاف زوينين شحال زوين ميكي. مشكلات عندهم زامنين ديال البنيتات. هادو البنيتات اللي شوية من 6 سنين هكا الفوق وهي كاينين عاوتاني ديال البنيتات اللي كيكونوا من 6 سنين لتحت مع لي بيبي ولاد عاوتاني. شو لي جوكتات هاد البنات ديال الشتا. هنا لي بيجاما
انتي كتحمق على هادو ما بغيتي تقلبي. يسرا اش كديري؟ شنو كتشوفي؟ دخلات طراقت لتحت هنا الشرطة بدا يخرجوا الشرطات هنا ديال الولاد خمسة ستة لمن هذه؟ نور نور تسحبني ليلك اوكي يلا قبضي عيد ميلاد بنت عمها عندها عيد ميلاد ودابا كتشوف لها الكادو قالت لها بغات بوني هنا عاود ديال الولاد المهم بصفة عامة اللي بغيت نوصل لكم ان الناس اللي بغات تقدا حويجات رخاص ومزيونين جي هنا بريمارك راه زوينين غير بحال دابا هاد الثوب اللي كيكونوا بحال هكا هادو كيتحببوا عندهم صراحة الله بحال الكيطمات وداكشي ما ننصحكمش بهم كيتحببوا مي لي بيجاما جاكيطات صبابط واخا ماشي كاليتي ديال صبابط زوينة ولكن المهم يعني الوليدات والبنيتات باش يمشيو للراود ولا حتى للمدرسة زوينين هنايا كاين بلاصة ديال البيبي البيبي بنتهم داكشي كيحمق هاد الكيطمات بعدا هادو يبقاو لكم حتى كيكبر البيبي وكيبقاو فنين هادو بالتجربة كناخد انا ديال هادو غزالي صافي الحويجات هما ديال البيبي زوينين ورخاصين في نفس الوقت شوفو على شيميز فنة ريبلات هادو بتلاتة اورو فنة مع شي سريبل واعرة نشوف الى لقيت قياس ودي ناخد هادو زوينة عجبتني يسرا شوف هذيك بلاصه فين هي المهم هنا بلاصه ديال الدراري كاين الحوايج ديال لي بيبي شوفوا هادو شحال غالي درتي البيض مع التاج وداكشي تما رخصو فيهم دار فيهم صلد هنايا كاين الكسيوات وكاين كلشي ديال البنات الصغار شوفوا الكولون قداش العذاب شوف شوف عندهم داكشي غزال زوين بزاف لي غوب عندهم حتى لي غوب ديال الباطيم كيكونوا مزيانين هنا لي بوتي شوف البودي اورو 80 اي لي مبغاش يلبسو لبيداتو اثمنة زوينة ورخيصة ولا كاليتي منقولكمش واو ولكن المهم كومان زوينة على علاش زعما ماركات اخرين تقدينا شي حاجات هنايا فيكا شي بيجامات من بعد ان شاء الله نشاركهم معكم نوريهم لكم زوينين هادشي اللي كاين دابا غنمشي ان شاء الله للدار نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه شويه والبنات اللي قريبه ليهم بريمارك ولا اكسيون غيمشيو بلا ما يترددوا ويشوفوا فيها بزاف ديال الحويجات اللي رخاصين وزوينين يلا تبقاو على خير وشكرا بزاف